السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة. ويتعلق الأمر باللاعب سفيان أوغارو، لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي. هذا اللاعب شاب من مواليد سنة 2001 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأب والأم. تكون اللاعب سفيان أوغارو في مدرسة تكوين نادي أولمبيك ليون الفرنسي، يلعب في منصب وسط ميدان دفاعي، يتقن اللعب بالرجل اليمنى. طوله 1.68 سنتيمتر، أي أنه قصير القامة، ووزن اللاعب 59 كيلوغرام. يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، حيث تألق وخطف الأضواء مع نادي أولمبيك ليون للفئة الشابة، مما جعل اللاعب يدخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية والتي كانت ترى في الاستفادة من خدماته. إلا أن رئيس نادي أولمبيك ليون جون ميشيل لولا سارع لقطع الطريق على تلك الأندية بإمضائه على أول عقد احترافي مع اللاعب، حيث أمضى معه على عقد في سنة 2019 بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، أي إلى غاية سنة 2022. كما أن تعلق اللاعب سفيان أوغارو جعل من الاتحادية الفرنسية تستدعيه لصفوف المنتخب الفرنسي للفئة الشابة، إلا أن والصحة حظ اللاعب تعرض الموسم الماضي لإصابتين خطيرتين على مستوى الركبة وتحديدا في الرباط الصليبي، مما حتم على اللاعب إجراء عمليتين جراحيتين، وقد عاد مؤخرا للميادين وبدأ في استرجاع مستواه السابق تدريجيا. فكل التوفيق للاعب سفيان أوغارو في على مساحل المستديرة. سلام.